إن شاء الله تكون هذه السنة الباثولوجي. مثل ما تعرفون هو الباثولوجي معناه شنو؟ معناه علم الأمراض، يعني يختص يتعلق بكل ما الأبنورمال سيستمز. يعني إحنا أخذت مرحلة ثانية الفسيولوجي، إنه الجهاز الطبيعي كيف يتكون، كيف يقوم بوظائفه بشكل طبيعي، كارديوفاسكولار سيستم، رينالز. مرات هذا الجهاز يتعرض إلى فد ديفكت معين، يعني يصبح أبنورمال سيستم، بدل ما يكون نورمال كارديوفاسكولار سيستم راح يتعرض الى معوقات امبيرمنتس. هذه معوقات راح تاثر على وظيفته، وبالتالي ما راح يقوم بوظائفه بشكل طبيعي. هذا احنا نسميه الباثولوجي، الابنورماليتيز اوف ذا سيستم. فالباثولوجي جرد او فد انترودكشن بسيط عن الباثولوجي، اعرف شنو الباثولوجي كتعريف بسيط له. الكورس اسبكتس يعني الامراض أو التوقعات اللي أنت المحتملة لهذا المرض. الـ diagnostic technique، أنا كيف أشخص كباثولوجيست، يعني مختص يعني أخصائي أمراض، أنا تجيني حالة مرضية، أعرف كيف أشخص هذه الحالة المرضية. أكو تقنيات تستخدم لتشخيص هذه الحالة المرضية، أكو تقنيات هو حسب الباثوجين اللي حدث وين. مرة عندي أما يحدث بالبايوكيمستري أو بالإميونيتي أو يحدث عندي بالهيماتولوجي أو بالهيستو، فهم حسب الباثوجين راح يستخدم التكنيك هذه الخاصة بهذا الباثوجينيسيس. أيضا نتكلم عن الفاريوس كاتيجوريز أوف كوز ديزيز، أسباب الحالة المرضية وأسباب الباثوجين. أيضا الكورس، الأوتكوم، الكونسيكونس، النتيجة النهائية، الفاينل ستيب، لما يحدث عندي حالة مرضية، الكومبليكيشن، يعني الشخص لما تعرض إلى حالة مرضية وشفى من هذه، صار عنده فد شفاء، شنو عنده المضاعفات اللي حدثت، اللي حدث بعد الشفاء شنو اللي صار. فهذا كله راح ندرسه ضمن هذه المحاضرة. فبداية الباثولوجي من أجي أعرفه، what is the pathology؟ الباثولوجي is the science which deals with the study disease، يتعلق بدراسة الأمراض، abnormalities in structure and function. The pathology is defined as the study of structure and function abnormal على مستوى، مو فقط أنه تعلقت بالجهاز، أي حالة مرضية على مستوى الخلية، على مستوى النسيج، العضو، السيستم، كل هذه الأبنورماليتيز راح يدرسها هذا الساينس. The pathology is science which deals with the study disease. Abnormalities. Pathology is defined as the study of structure and functional abnormalities at the level, cell, tissue, organ, and the steady systemic effects of disease. And how reach to the diagnosis of the disease. أنا كأخصائي أمراض، كمختص pathologist، مو شغلتي إنه فقط أشخص يعني أعرف أكو حالة مرضية، أعرف التكنيك كيف أوصل لتشخيص هذا المرض. It is the study of abnormal anatomy. يعني الباثولوجي احنا مثل ما عرفتوا بالفسلجة اكو عندي سيستمات او الساينس، فهو هذا الباثولوجي مرتبط ويا بقية العلوم كتشريح او انسجة او عالم فسيولوجي، كل هذه مختص بها الباثولوجي. Is the study of abnormal anatomy, abnormal histology, abnormal biochemistry, abnormal physiology. واضح هسه تعريف الباثولوجي؟ واضح دكتور. لاحظوا هذا السيركل اللي موجود، انه الباثولوجي كحاله مرضيه، يعني شوف حدث حاله مرضيه، صار عندي ساينز، صار عندي سيمبتونز، بعد ذلك صار عندي انه انا كباثولوجيست راح اسوي فحوصات، مايكروسكوبك اند ماكروسكوبك اكزامينيشن، ليش؟ حتى الاحظ اسوي انفستيجيشن للتشينج، للتغيرات اللي حدثت بسبب هذا المرض، شيء اكيد راح تحدث عندي تغيرات عيانيه، تغيرات مجهريه، انا كيف افحص عنها؟ راح استخدم تكنيك حتى اكشف عن هذه التشينج اللي حدثت بعد ما تعرض هذا السيستم الى فد ديفكتس معين. الباثولوجي given explanation، يعني أنا إذا أجي أدرس الباثولوجي ما أدرس بشكل عشوائي، راح أدي المسبب مالته شنو، هذا الأسباب اللي أو الإتيولوجي. بعد ذلك الباثوجينيسيس الإمراضية، لما الجهاز يتعرض إلى فد ديفكت معين، يتعرض إلى عامل
معين كراديشن أو أني فاكتورز صار عندي خلل بهذا الجهاز، بعد ما يتعرض لهذا الفاكتور راح تصير عنده أمراضي، يصير عنده تشينج تغيرات. فبداية أدرس الإتيولوجي، بعد ذلك أدرس الباثوجينيسيس الإمراضية، وبعد ذلك راح أدرس المورفولوجيكال تشينج التغيرات اللي حدثت بهذا السيستم أو بهذا الأورغانز. أيضا الكلينيكال سيجنيفيكانس العلامات اللي تظهر على هذا السيستم. فالباثولوجي gives explanation of the disease by studying the following four aspects of the disease. أنا كحالة مرضية راح أدرس الإتيولوجي المسببات، أدرس الباثوجينيسيس الإمراضية، أدرس أيضا المورفولوجيكال تشينج، وأخيرا الكلينيكال manifestation أو الكلينيكال ساينس. الإتيولوجي، الإتيولوجي of the disease mean the cause of disease. If the cause of disease is known, it's called primary etiology. إذا كان المسبب لهذا المرض شيء معروف أو سبب معروف راح أسميه primary etiology. لكن إذا مرات تحدث في حالة مرضية يقول لك أنا هذا جزء لسبب ما، ما يعرف هذا السبب، السبب مجهول. ليش تعرض لهذا الديفكت، شنو سببه ما يعرف، مجهول. If the cause of disease is unknown. فشنو primary etiology؟ إذا كان السبب مجهول راح نسميه idiopathics. واضح هذا الإتيولوجي؟ نعم دكتور واضح. There are two major classes of etiology. عندي إذا أصنف الأسباب of the disease genetic and acquired. أما تكون وراثية يعني معروف أن هذه الأسباب يتعرض لها أي سيستم، يا أما تكون عن طريق الإكوارد أو تكون جينيتكس وراثية. There are two major classes etiology factors. هذه مربع واضح عندكم ما جاي يروح؟ إي دكتورة ما جاي يروح. ما جاي يروح دكتور. There are two major classes of etiological factors. أما تكون جينيتك أو تكون إكوارد. هذا الإتيولوجي. بعد ذلك الباثوجينيسيس. الباثوجينيسيس mean the mechanism through which pathological and clinical manifestation disease take place. يعني شنو الأمراضية؟ يدرس الميكانيكية كيف ومتى يحدث هذا المرض وأي درجة. فالباثوجينيسيس mean the mechanisms through which pathological and clinical manifestation disease take place. بعد ذلك بعد ما أدرس الأمراضية المورفولوجيكال تشينج التغيرات اللي تحدث بهذا السيستم أو بالأورغانز أو بالسيلز أو بالتيشو. المورفولوجيكال تشينج the morphological change repair the structural alterations. يعني التغيرات لما يتعرض هذا الأورغانز إلى فد حدث معين أو فد عامل معين أثر على وظيفته وأثر على شكله، التغيرات اللي راح تحدث راح أدرسها. فالمورفولوجيكال تشينج ريفير تو ذا ستراكشرال التريشن التغيرات اللي تحدث ان سيلز اور تيشو ذات اكر فولوينج ذا باثوجينيستك ميكانزم. لما تحدث الامراضيه وتحصل عندي تغيرات شكليه او تغيرات نسيجيه راح ادرس هذه التغيرات بعد ما يتعرض لهذه الامراضيه. The structural change in the organs can be seen with the naked eye. شوف هذه التغيرات لما يتعرض هذا الاورجان مرات انت اكو تغيرات ممكن انه تشوفها بالعين المجرده، اكو تغيرات ما تقدر تشخصها بالاي، فيحتاج شنو؟ يحتاج تقنيات الميكروسكوب، يحتاج انه انا اشخصها عن طريق الميكروسكوبك اكزامينيشن. فهذه التشينج او هذه التغيرات الشكليه ممكن انه اني الاحظها بالعين وممكن انه اني راح اشاهدها باستخدام الميكروسكوب. Those changes that can be seen with the naked eye are called gross. شنو فرق الجروس عن الميكروسكوبك examination؟ اللي أشوفه بالعين المجردة راح أسميه gross change. اللي ما أقدر أفحصه بالعين يحتاج إلى ميكروسكوب راح يسمونه الميكروسكوبك change. واضح طلاب هسه هذه المورفولوجيكال تشينج؟ واضحة دكتورة. مو سريعة عليكم. لا دكتور. تعودين انتم. Attention to the morphological change.
will lead to functional alteration. طبعا شوف لما تحدث تغيرات شكلية يعني صار عندي حالة مرضية pathogenesis صارت عندي تغيرات شكلية، هذه التغيرات راح تأثر على وظيفة هذا الأورجانات أو وظيفة هذا السيستم. In addition, the morphological changes will lead to functional alterations and to the clinical signs and symptoms to the disease. يعني شيء أكيد لما نتعرض هذا السيستم إلى حالة معينة تغيرت عنده وظيفته راح تظهر عندي signs راح تظهر عندي symptoms. Functional dearrangement and the clinical. هسه هذا تعرض إلى حالة معرضية كيف أنا أشخصه؟ أكو بت signs أو symptoms أشاهدها. أو يعني هسه تروح للدكتور لما يشخص لك حالة مرضية تقول له أنا عندي كيت وكيت وكيت، هو يعرف من الأسباب اللي أنت انطيته إلى العلامات اللي ظهرت عندك بالإضافة إلى الساينز اللي هو راح يشوفها راح يعني يشخصها لك. فالفانكشنال دي أرانجمنت أند كلينيكال سيجنيفيكانت. The morphological change in the organ influences the normal function of the organs. By doing so, they determine the clinical features, symptoms, and sign course. يعني بهذه الفترة تحدد الأعراض، تحدد العلامات، إضافة إلى أنه طريقة the prognosis of the disease، مرحلة تقدم المرض. فهذه كلها راح تدرسها ضمن هذا. طبعاً هو هذا كله ضمن إذا أجي ألخص الباثولوجي explanation four aspects. أدرس الأتيولوجي. بعد ذلك الـ pathogenesis, الـ morphological change, and finally الـ clinical and symptoms. واضح هسه المختص هذا اللي الـ pathology كتعريف أو كأتيول أو كعفو aspects. واضحة دكتورة. نعم دكتورة واضحة. إذا أجي ألخص يعني بالملخص المفيد in summary أقدر ألخص الباثولوجي يعني كل هذه الديتيلز اللي أعطيتك إياها إنه أن الإتيولوجي أول ما تعرض إلى حالة مرضية أو تعرض إلى فاكتور معين إذا كان هذا المسبب معروف سميته برايمري أو العفو برايمري إتيولوجي، أما إذا كان unknown idiopathic إتيولوجي سبب مجهول. بعد ذلك لما يتعرض هذا الأورجان أو التيشيو مو فقط إنه السيستم يتعرض على مستوى الأورجان على مستوى التيشيو السيستم يتعرض إلى فد إتيولوجي معين راح يكون عندي الباثوجينس اللي الميكانيكية كيف يحدث هذا المرض which the pathogen is take place. بعد ذلك يتعرض إلى تظهر عندي تغيرات شكلية، هذه التغيرات إذا ألاحظها بالعين المجردة أسميها grossly morphological change، إذا ما أشوفها بالعين المجردة أبحثها بالمايكروسكوب نسميها microscopic examination أو change. بعد ذلك تظهر عندي clinical features علامات symptoms signs تظهر على هذه على هذا disease. technique هسه كباثولوجيست كأخصائي أمراض كيف يشخص هذا الحالة المرضية؟ There are several techniques for diagnosis of disease. عدة تقنيات تستخدم لتشخيص هذا، إما تكون histopathology. يعني قلت لكم الباثولوجي مرتبط ويا باقي الساينس، مرتبط ويا باقي العلوم كهيستو أو الكيمستري أو أناتومي، إميونيتي، باثولوجي. فهذا كله متعلق ويا. أما عن طريق histopathology، يعني مثل جماعة الأخصائي لما ياخذ سلايد ويسوي فد يعني تقطيع نسيجي حتى يبحث التغيرات اللي تحدث بهذا النسيج على سبيل المثال، أو تكون متعلقة بالخلية، أو تكون تغيرات أمراض متعلقة بالدم احنا نسميها الهيماتولوجي هيماتوباثولوجي متعلقة أمراض الدم، لما تيجي في حالة معينة راح ياخذ مسحة دم ويشتغل عليها ويشخص الحالة المرضية، أو متعلقة بالإميونيتي أو يستخدم تقنيات مايكروبيولوجي أو بايوكيميكال سايتوجينيتيك موليكولار هاي تقنيات الجزيئية أو الأوتوبسي. هذه كلها هو مو يستخدمها كلها يعني مرة واحدة مع بعض، لا حسب الديزيز حسب أنه التكنيك اللي يستخدمها، أو مثلا إذا تعلق بالهيماتولوجي راح يستخدم تقنيات الهيماتوباثولوجي، أو إذا تعلقت بالإميونيتي وهكذا. واضح هذه التقنيات؟
واضح؟ واضح دكتور. نعم دكتور واضح. شو حسكم خامين السنة؟ ترى الثالث شوية شدوا حيلكم عليه. The causes of disease. أسباب المرض ما يكون سبب واحد. يا أما تكون إحنا قلت لكم أما تكون جينيتيك أو تكون أكوارد أو تكون مكتسبة. فإذا كانت مثلا أكوارد قد تكون هذه الأسباب متعلقة بالإنفايرومنتال. فالإنفايرومنتال فاكتورز يعني متعلقة بالمحيط اللي هو البيئة اللي عايش فيها أو الأسباب تجي من المحيط. فالإنفايرومنتال فاكتورز environmental causes of disease are many and are classified into. أما تكون أسباب فيزيائية physical agents أو تكون chemicals. Physical agents, these include trauma, radiation, extremity of temperature, and electric power. These agents apply excess physical energy in any form to the body. أو تكون أسباب chemical. مو شرط أنه يتعرض إلى إشعاع أو أسباب فيزيائية حتى أنه تحدث لحالة مرضية. ممكن أن يكون هذه الأسباب chemical. Nutrition, deficiency and excess. طبعا شخص لما يكون عنده فت عوز غذائي يصير عنده نقص بالغذاء او يصير عنده مرات الفرطه بالنيوتريشن شيء اكيد يصير عنده abnormal case سواء كان بالنيوتريشن deficiency او بالاكسس راح يصير عنده خلل بالسيستمات وبالتالي راح يتعرض الى فت حاله مرضيه. Nutrition deficiency may arise as a result of poor supply interfering with absorption. أو قد يكون مرات يعني شخص هسه جماعة أبسط شيء فقر الدم الأنيميا شخص إذا صار الفود مالته أو النيوتريشن مالته ديفيشنسي يعني نقص بالكالسيوم نقص بالأملاح نقص بالحديد كل هذه راح تأثر على جسمه وبالتالي يصير عنده خلل. أيضا إذا صار عنده أبسس أو عفو أكسس حتى انه مرات تاكل اكل زايد انه في سبيل انه انت يعني توصل الى مرحله السمنه هذا مفرط يعني الشيء اللي زاد عن حده ينقلب ضده راح ياثر عليه انه يشتغل بنظام معين راح ياثر عليه وبالتالي ما راح يفيدك هذا الشيء. فايضا عندنا it may take the form of deficiency either of major classes of food usually protein energy high الاسنشال ماتيريالز المواد الاساسيه كبروتين املاح كليكوز ايرون كلها لما يتعرض الجسم لهذا العوز راح ياثر على وظائفه بشكل غير طبيعي. اور فيتامين اليمنتس اسنشال فور سبيسيفيك ميتابوليزم بروسيس ايرون فور هيموغلوبين برودكشن اوفن ذا ديفيشنسي ار مالتيبلي اند كومبلكس. واضح هسه الديفيشنسي. In other hands, dietary acts, مثل ما قلت لكم مثل ما انه الديفيشنسي راح ياثر على وظيفه العضو ايضا عندنا الاكس دايتري لما تاخذ اكل زائد او يعني تتناول اطعمه زايده هذا ايضا راح ياثر عليه. On the other hands, dietary acts play an important role in disease. In western countries, يعني obesity has become increasingly common with the attendant danger of type diabetes. طبعا دول جماعة يعني كمضاعفات diabetes mellitus جماعة السكري من النوع الأول high blood pressure أيضا كcomplication يصير عنده مضاعفات لأن تعرف أنه الفات لما تتجمع راح تأثر على الارتريز راح يصير عندي تجمع للدهون بالارتريز وبالتالي راح يصير عنده atherosclerosis يصير عنده تصلب الشرايين أو يصير عنده ارتفاع بالblood pressure and heart disease. الانفكشن قد يكون انه مو سبب فيزيائي او سبب كيميائي قد يكون اصابه مثل ما تعرفون فيروس بكتيريا او تكون فنج يعني فطريات او بكتيريا او فيروس كل هذه المسببات لما يتعرض لها السيستم او الاورجان راح تؤدي لك الى ابنورمال سيستم. فيروس بكتيريا يعني الفيروسات البكتيريا الفطريات البروتوزوا البدائيات ايضا عندنا الميتازوا كوزس ديزيز كل هذه الكائنات المجهريه راح تسبب لنا ديزيز لهذا السيستم او الاورجانز اللي تعرض له. They may do so by causing cell destruction directly as in virus infection
or protozoal infection هذه الديدان for example malaria. However, in others the damage is done by toxin. يعني كيف تشتغل هذه الفيروسات أو هذه الأحياء المجهرية؟ إنه عن طريق release of the toxin تحرر هذه السمية مالتها elaboration تحرير توكسينات مالتها elaborated by the infection agent as in diphtheria and tetanus. Like chemical, they may have general effects or they may be show predication of يعني certain tissue. يعني شنو هذه الناتج الأخير مالته؟ إنه راح تحطم لك هذه تعرض هذا النسيج اللي راح يعني تهاجمه كتارجت أورجان أو تارجت تشو، بالتالي راح يسبب له destruction، وبالأخير لما يتعرض إلى هذا الانفكشن أو هذا الإفكت ما راح يقوم بوظائفه بشكل طبيعي، أو تكون أسباب مناعية. أما تكون مرات عنده عوز مناعي أو يكون عنده auto immunity المناعة الذاتية، لما يصير عندي اضطراب تعرفون الشخص مرات يكون يعني يسووا له auto immune disease أو immuno analysis لما يسووا له تحليل مناعي، يعني يشوفون الاضطرابات اللي راح تحدث بهذا الجهاز المناعي. أو تكون أسباب يا أما تكون the immune process is essential for protection against microorganism and parasite. يعني مثل جماعة طبعا اللي بالنسبه للاوتوميون ديزيز، برايك هسه انت اني كباثولوجيست من اجي اسوي له تحليل شنو اخذ له؟ يعني اسوي له حيل اختبار لوجيك؟ ما سمعك. اميونولوجيك يعني شنو؟ استخدم له immunological باثي او استخدم له يعني احلل البروتينات المناعيه او استخدم يعني الاختبارات او التحاليل كل ما يختص بالاميونتي حتى اعرف اسوي diagnosis لهذا البيشنت. او تكون اسباب وراثيه مثل ما قلت لكم، يعني ربما تكون سبب فيزيائي او كيميائي او مختص بالمناعه او سبب اثر على الدم، يعني كل هذه الأسباب ما يعني ما حصلت شيء إنه ما وجدت أي شيء، بس تكون أسباب متعلقة بالجينات، أسباب وراثية. هذه كلها كل ما يتعلق بالأسباب. The course of disease. The course يعني الفترة، فترة المرض. The course of disease. The course of disease is the in an absence of any intervention is called the natural history. يعني مرات شو يقول لك؟ نتروح تراجع عند الدكتور. الكيس هيستوري، شنو الكيس هيستوري؟ تاريخ المرض، تاريخ المريض. يعني شنو كتحليل راح يطلب بداية الكيس هيستوري حتى يعرف هذا الشخص لما يجي وينطي الأعراض عنده أكو موجود عنده في سابق معين هذا المرض، أكو موجود عنده في العائلة، يعني هذا يفيده بالتشخيص إلى درجة كبيرة. فالكيس هيستوري هو أهم شيء بالنسبة، يعني كنقول كفيرست clinical significant أو كفحص بدائي راح يطلب الكيس هيستوري، يساعده إنه ممكن يعرف هذا الشخص، يعني يقرب له إلى درجة التشخيص. The different stage in the natural history of disease include the course disease is shown with the simplified. يعني إذا أنا أقول هسه فترة المرض، هذا التاريخ مال مرضه، ممكن أنا أحدد الدايجرام. أول شيء الإكسبوجر، التعرض للمرض، يعني يفيدك انه كتاريخ يعرف انه لم تتعرض لهذا المرض. البيولوجيكال اونست، يعني التغيرات اللي صارت عندك ظهوره. كلينيكال اونست، لمتى صار عندي هذه العلامات. ايضا البريمنت دامج، الاضرار اللي حدثت عند هذا اللي نتيجه لهذا الاكسبوجر او نتيجه لهذا الافكت اللي تعرضت له، شنو الدامج الضرر اللي حصل. الديث، كل هذه يعني تتم ابتداء العفو من مرحلة الإكسبوجر، من مرحلة التعرض انتهاء إلى مرحلة الأوتكوم أوف ديزيز، إلى مرحلة هذا المرض. طبعا الأوتكوم يا أما ينتهي الشخص أنه يتعرض للديث، يعني تنتهي حياته، أو أنه يحدث له شفاء، لكن مرات ما يحدث له شفاء تام، قد يكون هذا الشفاء مصاحب لكومبليكيشن، مصاحب لمضاعفات تحدث. فهذا هو اللي يعني اللي the course of the disease. هنا عندنا يوضح لكم الاكسبوجر، يعني اول ما تتعرض الى العامل اكسبوجر،
to various risk factors. The causative agent اللي حكينا عليه أما تكون أسباب كيميائية، فيزيائية، جينيتيك، هذا حنسميه exposure. بعد ذلك latency، يعني شنو الفترة اللي فترة ما بين التعرض وما بين ظهور البيولوجيكال أنسيت. هسه أنا تعرضت إلى فت أجنت معين، بعد فترة ظهرت عندي أعراض، هذه الفترة ما بين التعرض وما بين الأنسيت هذه أسميها latency أو فترة يعني الانترفال. Biological onset of the disease. This mark the initiation of the disease process. يعني أنت مو أنسيت يعني تعرضت لعامل معين بدت صارت رأس مباشرة عندك pathogens، لا، بداية صار عندي شنو biological onset. بعدين من تعرضت لهذا المسبب بدت عندي الباثوجينيز أو بدأ هذا الفاكتور يأثر على هذا الأورغان أو هذا التشيو، فبدأت الباثوجينيز أو بدأت هذه الميكانيكية تعمل. فالبيولوجيكال أونسيت أوف ديزيز ذيس مارك ذا إنيشيشن أوف ديزيز بروسيس هاو أوفر وذاوت أني ساينز أور سيمبتومز. فلو البيولوجيكال أونسيت أوف ديزيز it may remain a symptom or subclinical، يعني ممكن انه هذه الميكانيك او هذه الباثوجينيسيس اللي حدثت ما تظهر بها اعراض مباشره. يعني مرات اكو شخص يتعرض لحاله مرضيه معينه ما تظهر عليه سيمبتومز حتى يعرف انه عنده باثوجينس او لا. فكأونسيت بيولوجيكال اونسيت يعني بالبدايه ممكن انه ما يتعرض وما تحدث عنده اعراض او تظهر عليه علامات. الانكيوبيشن فتره حضانه المرض، يعني استمرات نتعرض الى فد فيروس معين، انفلونزا. الانفلونزا تاخذ 3 ايام وتبقى كومبليكيشن، تبقى عندك مضاعفات، فتاخذ لك اسبوع يلا يعني تشفي جزء بصوره كامله. فهذه الفتره فتره حضانه، يعني تبقى الانكيوبيشن. فالانكيوبيشن بيريود ريفير تو ذا بارابل بيريود اوف ذا تايم وذاوت اني اوف العفو obvious signs or symptoms from the time of exposure. يعني يبقى هذا الفيروس عندك مثل ما الثانسة مثلا، يبقى الفيروس محتضن لكن ما تظهر عليك عنده مضاعفات أو أعراض. The clinical onset العلامات. The clinical onset of the disease when the signs and symptoms of the disease become apparent. يعني بالبداية شوفوا من يتعرض الشخص لهذا العامل أو الأجنس صار عنده biological onset، لكن يعني صح صار عنده pathogens لكن ما ظهرت عليه أعراض. بعدين عندنا clinical onset العلامات اللي تظهر. The clinical onset when the signs and symptoms become apparent، تصبح ظاهرة. The expression of the disease many variable in severity or in the term of range manifestation. يعني يتحدد هذه ما بين انه يكون هذا المرض قد يكون شدة او حدة المرض. الكوندنس اوف ذا ديزيز يعني المرض مالته مرات يكون يعني هم شو يقيسون ذا ديجري اوف ذا باثوجينيسيس الضراوة. مصطلح الضراوة شدة المرض أو حدة المرض، الدرجة اللي يكون بها الباثوجينيسيس هذا احنا نسميه مصطلح الضراوة. The onset of permanent damage and death. تنتهي ظهور الأعراض، ظهرت الأعراض، صار عندي ضرر، هذا الضرر أما مثل ما قلت لكم يعني هو الباثولوجي، ممكن المرض ينتهي بالموت. أكو عندنا المراحل، قد يكون هذا المرض ينتهي بالديث أو يكون أنه يعني عندي مرحلة الشفاء لكن تحدث بي كومبليكيشن، أو أنه يصير عنده ريكفري تام بدون أي مضاعفات. الأوتكوم and consequence of disease. لما تعرض الشخص إلى حالة مرضية معينة وصارت عنده علامات وصارت عنده ضرر وصار يعني تعرض إلى فد صارت عنده حالة مرضية، قد تكون هذه الحالة المرضية شديدة أو تكون خفيفة حسب درجة المرض. بالأخير الأوتكوم مالته الناتج النهائي لها أما يكون عنده ديف أو يحصل مثل ما قلت لكم شفاء بمضاعفات بسيطة، أو أنه يحدث له شفاء بدون أي complication من غير ما تحدث له أي مضاعفات. فالأوتكوم and consequence of disease. الأوتكوم following clinical onset بعد ما ظهرت العلامات. Disease may follow any of the following tense. Resolution can occur leaving no sequels. يعني يحدث لشفاء من غير أي مضاعفات.
The disease can settle down, but sequels are left. يعني تحدث له شفاء لكن أكو مضاعفات. Or it may death, ينتهي بالموت. فهو الأوتكوم للديزيز ثلاثة. إما يحدث له شفاء بدون أي مضاعفات، أو يحدث له مضاعفات، يعني يحدث له شفاء لكن يكون مصاحبة بمضاعفات، أو إنه تنتهي بمرحلة الموت. العفو الديث. واضح الانترودكشن؟ هذا ما رد أثقل عليكم بالانترودكشن، يعني مجرد بسيط شنو معنى الباثولوجي، الأسباب مالته، الأوتكوم. حتى إن شاء الله على الأسبوع الجاي راح ناخذ كل مرض، أنت كباثولوجيست أنطيك الحالة المرضية، أنطيك المسببات، أنطيك التشخيص، بالإضافة إلى أنطيك بكتشرات يعني من خلالها يمكن تشخص الحالة المرضية. العلاج أنت مش شرطك أنه تختص بالعلاج كباثولوجيست، مجرد أنه تشخصه، لكن يعني نتطرق بشكل بسيط للعلاج، بس مجرد يعني للذكر. واضح؟ واضح دكتورة. هذه المحاضرة راح أدسها لكم إن شاء الله، نعطيها لمحمد حتى ينزلها للجروب. تمام دكتور. الانكيوبيشن. شوف ال بلعت السؤال ما سمعته. شنو الفرق بين اللاتنسي بيريد والانكيوبيشن؟ شوف الانكيوبيشن فترة حضانة المرض، الحضانة يعني استمرار. شوف الفيروس نتعرض إلى فيروس صارت عندك هذه السيمبتوم، تعرضت إلى هذه العلامات طرت عليك، مو مباشرة أنت تتخلص من هذا الفيروس. يعني هسه أنت تقريبا تأخذ لك 3 أيام عندك مثلا نشلة أو متعرض إلى قحة أو كف، كل هذه العلامات تبدي شوي شوي هذه الأنسجة تختفي عندك، لكن بقى الفيروس ما اختفى من عندك، بقى عندك فترة حضانة بسيطة. يعني تقريبا جوز يأخذ لك حسب فترة حضانة الفيروس أو حسب فترة حضانة أي كان إيش قد يحتاج الانكوبيشن مالته حتى يتخلص من الجسم. فهذه معناها الفترة أنه هو موجود محتضن لكن الساينس ما جاي يظهر عليك، بس مجرد فترة حضانة أنه خلص انتهى هذا الفيروس، تخلص فترة حضانته وتختفي الفيروس وتظهر عند أو تختفي الأونست أو الكلينيكال أونست من هذا البيشنت. هذا الفرق. واضح دكتور. تمام.